بالنسبة بقى لمحاضرة السورتينج كلها مهمة، يعني تشوفوا المحاضرة كويس جدا، تفهموها كويس جدا جدا، تذاكروا كل حاجة قايلكم عليها ان هي مهمة، تمام؟ دي الحاجات اللي اتذكرت عنها في الريفيجن. التعريف بتاع السورتينج الجوريزم مهم. ايه هو التعريف ده؟ معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل ري ارينج، اعادة ترتيب للداتا بتاعتي اللي موجودة جوه الري ان سام اوردر، تمام؟ بترتيب معين، سواء كان الترتيب ده ascending يعني تصاعدي or descending يعني تنازلي، تمام؟ ده معنى كلمة sorting algorithm. ال sorting algorithm دي يعني الطريقة دي ممكن أعملها أو أكتب لها كود بالجافا عن طريق آليتين، دول اسمهم approach. approach يعني منهجيتين. الطريقة الأولى إن هي تكون iterative يعني تكرارية، يعني أستخدم فيها الحلقات اللوب بتاعتي سواء while سواء for، تمام؟ ودي اللي هي ايه اللي هي اللي هي بقول عليها الالجوريزم البيزك الاساسيه زي البابل والسلكشن والانسرشن، تمام؟ اما الطرق التانية اللي انا بقدر اعمل بيها سورتنج، ودي بسميها ديفايد اند كنكر. ديفايد اند كنكر يعني ايه؟ يعني فرق تسد، معناها كده بالعربي. يعني ايه؟ يعني قسم الاري بتاعتك، او بمعنى اصح يعني انت عندك مشكله او عندك ليست، الليست دي انت هتطبق عليها فكره معينه زي فكره الباينري سيرش بالظبط، هتطبق عليها فكره معينه، تمام؟ الفكره دي هتخلي لك الاري بتاعتك دي تتقسم لجزئين، هتعمل اللي انت عملته على جزء منهم، مش على الجزئين بقى، هتعمل الجزء اللي انت عملته على جزء منهم. يعني فكرتها كده، ديفايد انت عندك اري هتعمل عليها عمليه معينه، العملية دي هتخليك تعرف ان انت الهدف بتاعك او الشغل بتاعك هيكون في جزء منها، الجزء ده انت هتروح تعمله على ده. ده في الايه؟ في الباينري سيرش كنا بنعمل كده، بنقسم بنطبق نفس اللي احنا عملناه على جزء. في السورت بنطبق اللي احنا عملناه على الجزئين اللي طلعولنا. انا بعمل ايه؟ بطبق حاجة معينة على الاري كلها، لما اجي اطبقها هيطلع عندي جزئين، بس هو في الواقع طلع عنده جزئين، وطلع ان في إليمنت منهم مترتب او موجود في المكان الصح بتاعه. الجزئين دول هنعمل ايه؟ هنروح نقسمهم مرة تانية، وكل جزء هنقسم هنرتب عليه نفس الحاجة. هشرحهم دلوقتي بالتفصيل، بس ده مبدأ الديفايد، ان انا ايه؟ اقسم وارجع اعيد اللي انا عملته، اقسم وارجع اعيد اللي انا عملته. الكونسبت ده بنسميه ديفايد اند كونكر، تمام؟ وده بستخدم فيه الريكيرسيف، يعني بروح اعمل ريكيرسيف ميثود، تمام؟ طيب مين هم بقى اللي بيعملوا كده؟ الميرج والكويك. يعني ممكن بقى يجي لنا السؤال ازاي؟ يقول لنا مثلا which of the following is technique used recursive method، ويجيب لنا مثلا بابل وسيلكشن وانسرشن وميرج، فنختار الميرج. فلازم ايه يعني نكون حافظين الجدول ده، نكون عارفين كل واحده تبع اي نوع، ممكن يجي صح وغلط وممكن يجي تشويس، تمام؟ طيب الالجوريزمز لازم لازم نتدرب عليها كويس جدا كلها، وهشرحها دلوقتي. الالجوريزم كود لازم نكون حافظينها كويس جدا. انا مجمعه لكم كلهم ما عدا الميرج والكويك لان هم صعبين، متوقعش ابدا ان هم يجوا، تمام؟ دول لازم نكون مذاكرينهم. طيب ايه اللي جه منهم قبل كده في الاختبارات؟ الباينري سيرش دايما بيجي في الاختبارات، الالجوريزم بتاعه والكود بتاعه، تمام؟ اللينير سيرش جالكم انتوا في الكواز، الكود بتاعه. الميرج سورت دايما بيجي الالجوريزم بتاعه في الكود، يعني السنه اللي فاتت انا قلت ايه، دايما بيجي الالجوريزم بتاعه في الامتحان، تمام؟ ده يعني جه السنه اللي فاتت في الميد بتاع السنه اللي فاتت، وجه السنه اللي قبلها، لان يعني في توبكس طبعا هي السلايد بس متغيره، بس كتوبكس هي، فدايما يجي الميرج سورت لانه سهل جدا. فيعني كانه ايه مثلا هيدولك درجه من حاجه سهله، يعني اعمل ميرج سورت خلاص هتاخد درجتين تلاتة وانت ما بذلتش اي مجهود، تمام؟ بصراحة الكود سورت ما جاش قبل كده، بس هنرجع عليه برضو، تمام؟ الحاجات دي ما جاتش قبل كده، بس ممكن على حظكم تيجي يعني، تمام؟ يعني عادي. في حد جاله الانسرشن سورت تقريبا من الاولاد جالهم الالجوريزم بتاعه، فهنرجع الحاجات دي كلها. ايه اللي ممكن يتغير فيها؟ هو احنا متدربين في المحاضرة على ان هي اسندنج، ممكن يجي لنا ديسندنج نعكسها، بس هو ده الموضوع. فبسيطة برضو ما فيهاش اي مشكلة. الجداول دي بقى مهمة جدا جدا، هنحفظها طبعا. طبعا هنا ايه؟ عدد رقم عدد الايتريشن، انا بعمل كام دورة، عدد الكومبارز اللي انا بعملها، الايتم اساينمنت بعمل كام عملية اسناد، طيب التايم كومبلكستي بتاعت الانواع دي ايه هي، تمام؟ لازم برضو ايه نحفظ الارقام دي بأي شكل علشان ما تنسوش. عندك ايه؟ عندك دي كده بس او اوف ان، ودي او اوف ان، والباقيين كلهم او اوف ان سكوير.
خلاص احنا ايه بقى، خلاص البابل سورت كل حاجه او اوف البابل والسيلكشن والانسرشن كل حاجه او اوف ان سكوير، ما عدا البيست كيس بتاعت البابل والانسرشن او اوف ان عشان ما تنسوش. تمام، نفس الحكايه برضو اللي هي الميرج والكويك. الميرج والكويك زي بعض بالظبط، كلهم ان لوج ان، ما عدا الورست كيس بتاعت الكويك بتوصل لان سكوير كده. ايه احفظوا اللي هي الحاجه اللي هي الايه الغريبه. البنات بتوع السنه اللي فاتت المات قالوا لي جالنا من الجدول، طبعا يعني جالكم الجدول وتكملوه ولا ايه، ما قالوا ليش. قالوا جالنا الجداول الميت، جات لهم ازاي بقى ما اعرفش. فدي برضو ايه لازم تذاكروها مهم. تمام، هشرح دلوقتي بقى السورتنج، ودي دي الحاجات اللي هي الايه المهمه يعني. طيب هشرحها من المحاضره افضل. تعالوا كده على اول طريقه اللي هي البابل سورت. البابل سورت هنا بيقول لي ايه، بيقول لي بالظبط كأن انا عندي بابل، دي الاري بتاعتي. خلوني اعملها لكم بدل عمود. تعالوا نعمل الكلام ده بالبابل سورت. البابل سورت بيقول ايه، بيقول انا همسك الاتنين element اللي جنب بعض، اعمل لهم تبديل، اشوف مين فيهم. انا بعمل ايه، بعمل ascending دلوقتي. ascending يعني تصاعد. تمام خلاص، يبقى من الصغير للكبير. طيب مين الصغير؟ الستة. يبقى انا هبدل الستة بالتسعة، يبقى بقت كده، بقت 6 9 20 4 18. طيب بعد كده الدور على الاتنين دول، مين فيهم الصغير؟ التسعة. خلاص انا مش هعمل كده تبديل، يبقى كأني هنزلها زي ما هي، خلاص ما عملتش تبديل. طيب الدور اللي جاي على مين؟ على الاتنين دول، مين فيهم الصغير؟ الأربعة. يبقى هبدلها، يبقى اروح اعمل تبديل، يبقى 4 وهنا 20 والباقي ينزل زي ما هو. طيب بعد كده الدور اللي جاي على الاتنين دول، مين فيهم الكبير؟ ال20 وال18 صغيرة، يبقى هعمل تبديل، يبقى ال18 هتيجي هنا وال20 تيجي هنا. تمام، البابل سورت بيعمل ايه؟ بيقول انا كده عملت اول ايتريشن، يعني لفيت عليهم كلهم. الايتريشن اللي انا عملتها دي نجحت ان انا اخلي اخر element هو الكبير، يبقى انا هروح اعيد نفس الكلام ده بس المره دي على عدد اقل من العناصر. يبقى انا كأن هي دي الاري اللي انا هشتغل عليها نفس الخطوات اللي فاتت. تمام، فهعمل ايه، هبدأ بقى ايتريشن جديدة، هعمل نفس اللي انا عملته. يعني ممكن انقلها كده عشان نعرف ان دي ايتريشن جديدة اهي. ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته مسكت التو element دول مترتبين، مترتبين، مش هعمل لهم swap، هنزلهم كده تاني. طيب همسك ال element اللي بعدهم، مترتبين؟ لا مش مترتبين، يبقى هعمل لهم swap تبديل. يبقى ده 4 ده 9 وده 6 و18 وده 20. دول كده هعمل لهم ايه، هعمل لهم تبديل. لا مش هعمل لهم تبديل لان هم كده مترتبين صح. تمام، يبقى ايه، 6 4 9 18 20. كده خلصت، لان ده ال20 ده اوريدي خلاص انا عارف ان هو مترتب. ايه اللي انا عملته بقى في الايتريشن دي؟ ان انا خليت ال18 في المكان الصح بتاعها وال20 اوريدي في المكان الصح بتاعها. يبقى انا دلوقتي هشتغل على الثلاث عناصر دول اللي هم الستة والأربعة والتسعة، ال18 وال20 اوريدي ايه مترتبين. همسك أول عنصرين، هل هما مترتبين؟ لأ، يبقى هعمل لهم تبديل، يبقى ده 4 وبعدين ده 6 بعدين ده 9 18 20. بعد كده همسك العنصرين اللي بعدهم، هل هما مترتبين؟ أيوه مترتبين، يبقى مش هعمل حاجة. أنا مش هعمل حاجة دي بنزلها لأن هي الكود بيعملها كخطوة كلوب يعني. تمام، طيب أنا كده خلصت. مين اللي مترتب دلوقتي؟ اللي مترتب ده وده وده. انا كمبيوتر دلوقتي معرفش هم مترتبين ولا لا، باقي لي بقى ايه الاتنين دول. فانا فعلا هروح اعمل لهم ايتريشن تانية عشان ارتبهم. فهل هم مترتبين؟ يعني كده كاني بدات ايتريشن تانية اهو، بسال نفسي هل الاتنين دول مترتبين؟ ايوه مترتبين، يبقى انا هنزلهم. يبقى اللي انا عملته بعد الخطوط هو عباره عن ايه، كل ما ادخل ايتريشن هو ده. يعني انا هظلل لكم كده ايه اللي هي الخطوط، كنت المفروض اعمله باللون الاحمر بس يلا مش مشكله، هظللها لكم بالاصفر. يبقى ده كده ده شكل الاري وانا داخله في الايتريشن الاولى، ده شكلها وانا داخله في الايتريشن الثانيه، ده شكلها وانا داخله في الايتريشن الثالثه، ده شكلها وانا داخله في الايتريشن الرابعه، ده شكلها. يعني ايه بقى اللي انا عملته؟ عملت الخطوات دي. تمام، ده كده انا عملت بابل سورت ايه اسندنج. تعالوا نفس الاري بالظبط نعملها بس ديسندنج، شوفوا الفرق ولا حاجة. يبقى هنا ايه، 9 6 20 4 18. هنا بقى بنعمل ايه، بنشوف الـ الكبير هو اللي نجيبه الاول. تمام، يعني ازاي؟ التو element دول ايه وضعهم بالظبط؟
قال لي وضعهم ان 9 اكبر من 6، خلاص يبقى انا هنزلهم زي ما هم، 9 6 20 4 18. اجي على التو اليمنت اللي بعدهم، التو اليمنت دول ايه وضعهم؟ لا ده ال20 هي اللي اكبر، يبقى انا هبدل، يبقى 9 تنزل زي ما هي، ادي ال20 وادي ال6 تمام، وادي ال4 وادي ال18. طيب دول بقى ايه وضعهم؟ لا دول تمام، مش هروح اعمل تبديل، دول تبديل ودول تمام. تمام طيب نيجي بقى للي بعدهم، اللي بعدهم انا هنزلها تاني برضو، 29 6 4 18. هاجي بقى على الاتنين دول، مين فيهم الكبير؟ ال18 هو اللي هيجي هنا، دول هبدل، يبقى ادي 9 وادي 20 وادي 6 وادي 18 وادي 4. انا كده نجحت ان انا اخلي ايه، اخلي 4 اللي هي اصغر element عندي في المكان الاخير، خلاص ده اصغر element عندي. لسه بقى هكمل، هدخل في اللوب التانية. اللوب التانية دي الأرية هي 90 20 6 18 4. اللوب التانية هتعمل ايه؟ هتعيد نفس الكلام بس المرة دي على مين؟ على الإليمنت دول بس، لأن ده خلاص مترتب. تمام هبدأ أمسك أول عنصرين، 29. 29 عايزة أعمل لهم تبديل، لأن لازم 20 تيجي قبل 9، يبقى هنا 20 وهنا 9، عملت لهم تبديل. طيب ادي 6 وادي 18 وادي 4. طيب نيجي على الاتنين اللي بعدهم، مترتبين يبقى هينزلوا زي ما هما بدون اي حاجة. اجي على الاتنين اللي بعدهم، لا دول هبدلهم، هعمل لهم سواب، يبقى ده 20 ده 9 ده 18 ده 6 ده 4، ده خلاص اوريدي مترتب مش هنعمل له حاجة. دلوقتي بقى مين اللي مترتب في مكانه الصح؟ الستة والأربعة. هدخل اللوب الجديدة وانا عندي الاري بالشكل ده، 20 9 18 6 4، دول مترتبين، ناقصني دول ارتبهم، هشتغل على دول بس المرة دي. طيب هعمل ايه؟ هبدل ال20 والتسعة، لا لان هما ايه كده تمام، ادي ال20 وادي ال9 وادي ال18 وادي ال6 وادي ال4. طيب ال9 وال18 هبدلهم، ايوه هبدلهم، يبقى هنبقى هنا ال18 وهتبقى هنا ال9، ونزل ال20 وادي ال6 وادي ال4. مش هروح بقى تاني لان دول خلاص مترتبين في المكان الصح. مين اللي انضم ليهم بقى صح؟ هو كمان ال9. هروح على اللوب الاخيره، اللوب الاخيره انا رايحه لها بالتو اليمنت دول، هما ال20 وال18، ال9 وال6 وال4 مترتبين. هسأل نفسي هل هما الاتنين في مكانهم الصح؟ ايوه طلعوا في مكانهم الصح، يبقى هينزلوا، يبقى 20 18 9 6 4. انا كده عملت ايه؟ عملت ديسندنج للبابل سورت. تمام ده كده البابل سورت. نيجي على النوع التاني، اعتقد مرسوم في المحاضرة بشكل واضح فهشرحه من المحاضرة. السلكشن، ماشي نشرح السلكشن قبل الانسرشن. ده الانسرشن، هو السلكشن مش مشروح. السلكشن مش مشروح، مش عليه مثال يعني. طيب ماشي خليني ايه اشرح السلكشن، هاخد الاري. طيب انا في السلكشن بعمل ايه؟ باخد الاليمنت الاولاني اللي انا وقفت عنده ده، ده كده الاليمنت الاولاني تمام، بقول له ايه، انا هدور هنا على اصغر اليمنت في الاري، انا عايزه اعمل اسندنج بقى المره دي من الصغير للكبير تمام. انا بدور على اصغر اليمنت في الاري، فين اصغر اليمنت في الاري؟ الاليمنت ده اللي هو 5، خلاص يبقى انا هعمل لك تبديل مع ال5، يبقى هيبقى هنا ال5 وهتبقى هنا ال16، وهنزل الاري بتاعت اللي هي 30 24 7 25 62 64 56 50. تمام ده كده خلاص ايه رتبته. هقف فين دلوقتي؟ هقف هنا عند ال30. المفروض اعمل ايه؟ ادور على اصغر element موجود هنا، فين اصغر element موجود هنا؟ ال24 صح ولا في 7؟ او 7 هي دي اصغر element موجودة، يبقى انا هعمل ايه؟ هبدل الاتنين دول مع بعض تمام، يبقى هنا بقى كده ايه، 5 7 24 30 25 62 54 16 56 50. طيب انا واقفه فين دلوقتي؟ واقفه هنا في تالت مكان، ده تالت مكان.
بدور على أصغر عنصر موجود هنا. إيه هو أصغر عنصر؟ اللي هو 16. أعمل إيه بقى معاه؟ هروح أعمل له تبديل. ده كده التبديل. يبقى 5 7 16 30 25 62 45 24 56 50. أنا كده خلاص عملت له تبديل. المرة دي هقف فين؟ هقف في الإليمنت ده اللي هو ايه، المكان ده. شوفوا، انا كل مرة بعمل ايه، بتكلم عن البوزيشن. انا هنا كنت واقفة في البوزيشن 0، هنا انا واقفة في البوزيشن 1، هنا واقفة في البوزيشن 2، هنا في البوزيشن 3. انا واقفة في الموضع، في المكان، اللوكيشن او البوزيشن، تمام. فانا واقفة هنا عند 30، بدور على اصغر element هنا. اصغر element هنا هو كام؟ هو 24. هروح ابدله مع 30، يبقى هروح اعمل لهم كده تبديل مع بعض، تمام. يبقى هنا 75، سوري، 57 16 24 25 62 45 30 56 50. تمام. طيب نيجي هنا، انا اهو هنا دلوقتي في البوزيشن كام؟ 4. يبقى هروح اكتب بس عشان ما انساش، انا هنا في البوزيشن رقم 4. فين اصغر element موجود عندي؟ مفيش اصغر من 25، هو ده اصغر element. يبقى انا مش هعمل حاجة، يبقى انا هنا مش هعمل تبديل، نو سواب، بس هنزل الاري تاني زي ما هي. واقف بقى في البوزيشن كام؟ في البوزيشن 5. يبقى هنا ايه؟ 57 16 24 25 62 45 30 56 50. طيب أنا هنا في المفروض أقف في البوزيشن 5 اللي هو ده. فين أصغر element عندي؟ هي 30 دي اللي وداها هنا. أنا اللي وديتها، معلش. طيب أدي 30 أهي، تمام. طيب هعمل إيه؟ هعمل تبديل 30 بال62. يبقى دي كده 30، ودي كام؟ 62. أنزل بقى إيه؟ 45 زي ما هي، وتدور على 45 بقى المرة دي. هنزل بقى بقية الإليمنت. يبقى هنا إيه؟ طيب أنا هنا في البوزيشن رقم 6، تمام. طيب المفروض هعمل ايه؟ ادور على اصغر element. مفيش اصغر من 45، يبقى هتفضل زي ما هي. يبقى انزل array زي ما هي. البوزيشن ده، البوزيشن ده اللي هو كام؟ اللي هو 7. ادي البوزيشن بتاعي بيبقى 7. طيب هل في اصغر منه؟ في اصغر منه، اللي هو ايه؟ 50. يبقى انا هبدلهم مع بعض. يبقى هنزل الاري. هي على فكرة أنا قاعدة من ساعتها أقول 75، وأنا قاعدة مستغربة هي 5 وبعدها 7. معلش، أكيد طبعا انتوا يعني هتعذروني يعني، تمام. فده ايه؟ معلش كده، ده 5 و7، 5 و7، ده لوحده وده لوحده. طيب 25 30 45 50، هبدل بقى الاتنين دول مع بعض. ده 56، ده 62. طيب انا هنا هقف بقى في انهي بوزيشن؟ في البوزيشن ده، ده اللي هو كام؟ 8. يبقى هنا هقف في البوزيشن 8. طيب في اصغر منه؟ ايوه في اصغر منه، اللي هو ايه؟ 62. هعمل لهم تبديل مع بعض. يبقى 5 7 16 24 25 30 45 50 62 65. يبقى أنا كده رتبت الأري بتاعتي. الأري بتاعتي كام عنصر؟ 9 عناصر. أنا عملت كام iteration؟ عملت 8، اللي هي إيه؟ اللي هي n ناقص 1، تمام كده. بس كده خلصنا ال selection sort. طيب لو أنا بقى بعمل descending، اعملوها انتوا عشان أنا بجد تعبت. بعمل إيه؟ كل مرة بدور على الأكبر. يعني هعمل لكم مثلا أول خطوة، تمام.
اول خطوه انا بدور على الاليمنت الاكبر، انا واقف في البوزيشن اللي هو الاولاني اللي هو 16 ده، بقول ايه فين اكبر اليمنت، اكبر اليمنت اللي هو 65 هقوم مبدلاه، يبقى هيجي هنا ال 65 وهتروح ال 16 مكان، وهكذا. هو ده اللي انا هعمله، هبقى اكتبها بس مش قادره والله اشرحها. تمام. طيب نيجي بقى على السلكشن. الانسرشن، معلش انا شرحت السلكشن، الانسرشن الحمد لله مرسوم. طيب شوف بقى هنعمل ايه، فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيقول انا هقف في المكان الاولاني ده واعتبر ان المكان ده مفروز وان اللي جنبه كلهم مش مفروزين، وهسأل يعني هسأل الاليمنت ده اللي بعديه على طول هقول له ايه، او الاليمنت اللي بعديه هو اللي عاوز يدخل في الجزء المفروز، فبيشوف اللي قبله بيقول له انا اكبر منك، لو انا اكبر منك يبقى انا هفضل مكاني، اما لو انا اصغر منك فانا هختار المكان الصح ليا عشان اقف فيه، فهيلاقي ان هو اصغر منه هيقول له لا خلاص يبقى انا المفروض اكون قبلك فانا هاجي هنا، فلما يجي هو هنا هيبقى التو اليمنت دول ايه، التلاتة والاربعة بقى هما المفروزين. تيجي دلوقتي الدور على مين؟ الدور على الاتنين، الاتنين هيسأل اربعة، انا اصغر منك؟ ايوه. لا يبقى انا المفروض ادخل في الجزء اللي هو ايه، الجزء السورتد، فهيروح يشوف فين مكانه الصح في الجزء السورتد، هيلاقي ان مكانه الصح هو ده، هو اول element. فكده الاتنين والتلاتة والاربعة بقوا ايه، بقوا سورتد، بقوا مفروزين. هيجي العشرة الدور عليه يسألهم هل انا اكبر منكم؟ ايوه انت اكبر مننا، يبقى مش هنعمل اي حاجة، انت كده هتفضل مكانك، ويبقى احنا كده بقينا ايه، الجزء السورتد. ال12 انا اكبر منكم؟ ايوه انت اكبر مننا، يبقى انت هتفضل مكانك، ويبقى احنا كده بقينا الجزء السورتد. هيجي الواحد هل انا اكبر من ال12؟ لا انت مش اكبر، يبقى انا هبدأ ادور على مكان الصح في الجزء السورتد، المكان الصح هو اول ان انا اكون اول عنصر، فهبدأ اتحط في المكان الصح، ويبقى هو ده كده الايه، الترتيب الصح بتاعي. تمام. طيب نيجي هنا على الخمسة، الخمسة هتبدأ تسأل فين المكان الصح بتاعي. اول حاجة تسأل هو هل انا اكبر من ال12؟ لا مش اكبر، يبقى انا المفروض ادور على مكان الصح في الجزء ده، مكان الصح في الجزء ده ان انا اقف هنا، فهياخد الخمسة ويحطها هنا، ويبقى ده كده كله الجزء السورتد. تمام. تيجي الستة هل انا اكبر من ال12؟ لا مش اكبر منها، طب فين مكان الصح جوه الاري؟ مكان الصح هنا، هبدا اعمل لها ايه، انسرت في المكان ده وازيح الاليمنت، ويبقى ده كده الاري بتاعتي بقت ايه، بقت سورتد. طب لو هعمل الكلام ده بقى ديسندنج هعمل ايه، هبدا اشوف الاربعه انت سورتد. تمام. انا المفروض اللي جاي بعدها يكون اصغر منها، لو انا التلاتة اصغر منها يبقى انا كده المكان السورتد، يعني ايه اكتبها، اكتب كده اي اري بس توضح الفكرة. مثلا ايه، اتنين، واحد، اربعة، مثلا تلاتة. تمام. طيب عايزين نرتبها نعمل ايه، خلاص ده المكان السورتد، هيجي الواحد يسأله هل انا اصغر منك؟ ايوه خلاص يبقى انت هتفضل مكانك، يبقى اتنين، واحد، اربعة، تلاتة، ويبقى احنا الاتنين بقينا الجزء الايه، السورتد. نيجي عند الاربعة هل انا اصغر منك؟ لا انا مش اصغر منك، طب المكان الصح بتاعي فين، المفروض اكون انا اول واحده، يبقى اربعة اتنين واحد، ويبقى ده كده الجزء السورتد. هتيجي التلاتة تبدأ تسأل هل انا اصغر منك؟ لا مش اصغر، طب فين المكان الصح بتاعي، المفروض اكون موجودة هنا، يبقى هتبقى هنا اربعة اتنين، اربعة تلاتة اتنين واحد، ويبقى كده ايه، رتبنا الاري بتاعتنا من الكبير للصغير. تمام. ده طريقة الانسرشن سورت. طريقة الميرج سورت بقى أسهل حاجة في الحياة، وده إن شاء الله يا رب يجيلكوا في الامتحان. 20 مثلا، 15، 16، 3، 9، 8، أي حاجة. تمام. طيب هنعمل ايه، هنشوف الأري بتاعتنا دي ينفع نقسمها على 2؟ ينفع، لأن أنا قسمتها ايه، بصراحة زوجي، عملتها زوجي، لو فردي عادي تتقسم برضو، هنخلي الجزء الأكبر هو الجزء اللي على اليمين. تمام. طيب هقسمها على 2، هتبقى كام؟ هتبقى الجزء الأولاني اللي هو 20 وال15 وال16، والجزء ده اللي هو 3 وال9 وال8. تمام. طيب هاخد الجزء ده واروح اقسمه اهو، ال3 ده هيتقسم، هيتقسم ازاي؟ هيبقى هنا 20، وهنا 15، وهنا 16.
وده التلاتة، وهيبقى هنا ايه التسعة، وهنا التمانية. طيب ده هيتقسم، هيبقى 15 و6، وده هيتقسم هيبقى 9 و8. هنبدأ بقى نعمل ايه، نعمل ميرج. تمام، الميرج ده هيبقى ايه، اخد الاتنين دول اعمل لهم ميرج. تمام، طيب هيبقوا كام، اعمل لهم بقى ميرج من الصغير للكبير، هيبقى ده 6 وده 15. تمام، وبعدين اخد الاتنين دول واعمل لهم ميرج، هيبقى ده 8 وده 9. هاخد الاتنين دول واعمل لهم ميرج، هيبقى ده 6 وبعدين 15 وبعدين 20. هاخد الاتنين دول كده واعمل لهم ميرج، هيبقى هي 3، هيبقى 3 و8 و9. هاخد بقى الاتنين دول واعمل لهم ميرج، هيبقى 3 وبعدها 6 وبعدها 8 وبعدها 9 وبعدها 15 وبعدها 20. بس ده كده الميرج سورت، وده اللي هو ايه احتمال ليه. ناقصنا بقى ايه، الكويك سورت.